أحسن الله إليكم. المستمع بدوي رحمة الله من السودان يقول: قد حج والدي بحمد الله ولدي الرغبة أن أحج بوالدتي، وكنت تعهدت لها أن أتمم حجتها، لكن الأموال لم تساعدني، فهل هناك ذنب من جهتها؟ علما أنني أريد أن أحجج نفسي، ولكن هناك من يقول لا يسمح أن أحج قبل والدتي، وضحوا لذلك جزاكم الله خيرا. حج عن نفسك أولا حجة الإسلام، ثم بعد ذلك حج بوالدتك، هذا إذا لم يكن عندك نفقة تكفي بحجك وحجة والدتك، فإنك تبدأ بحجتك أنت، تؤدي حجة الإسلام ثم تحجج والدتك في المستقبل إن تيسر ذلك، وإلا فإنها لا حج عليها ما دامت عاجزة من جهة المال، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي غير مستطيعة إلا إذا قمت أنت بنفقة حجها، فإنها تكون حينئذ مستطيعة، وهذا إنما يكون بعد أن تحج عن نفسك أنت. نعم.